llames. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح. منذ قديم الزمن وعنصري الزراعة معروفان لدى المصري القديم، فهما الأرض ومياه الري. وبعد تطور الحياة أصبح العنصر الثالث المهم هو البيئة. لذلك يسعدنا اليوم أن نتكلم عن أحد أهم المعاهد البحثية التي ساهمت بشكل كبير في تطوير الزراعة المصرية ومخصباتها. تلتقون اليوم أعزائي المشاهدين مع معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، والذي بدأ عام 1903 بقسم الكيمياء الزراعية، وكان معنيا بتحليل المياه، مياه النيل والأسمدة والنباتات. ثم تطور العمل في الفترة من عام 1913 وحتى عام 1957 بقسم تغذية النبات وقسم المقننات المائية. وفي عام 1971 تم إنشاء معهد بحوث الأراضي والمياه، ومن ثم أصبح اسمه معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة منذ عام 1994. وتتضح لنا رؤية المعهد من خلال إجراء وتنفيذ الدراسات البحثية والتطبيقية في المجالات الرئيسية لمحاور العمل بالمعهد، وذلك من خلال تطبيق التقنيات الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى تنمية قدرات ومهارات الباحثين بالمعهد لتتواءم مع التقدم العلمي وتبادل الخبرات مع الهيئات العلمية والجامعية ومواكبة مراكز التدريب والإرشاد للوسائل الحديثة لنقل المعلومات وتعظيم العائد من وحدة الأراضي والمياه والسماد مع مراعاة البعد البيئي. لذلك أعزائي المشاهدين يسعدنا أن نلتقي اليوم بالأستاذ الدكتور محمد إسماعيل، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، نفتح معه كل هذه المحاور ولكن بعد هذا الفصل. أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، ويسعدني أن أرحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية. برحب بحضرتك دكتور محمد. أهلا وسهلا، سعيد مع حضرتك. ده أنا يا فندم اللي أسعد، عشان حضرتك بتشرفني لأول مرة في هذا. ربنا يخلي حضرتك فيش. يعني طبعا كما هو معروف وزي ما أنا قلت في المقدمة أنه معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بيعتبر من أهم المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية، وطبعا يعني لأنه معني بالثلاث عناصر المهمة بالنسبة للزراعة: الأرض والمياه وأيضا البيئة. يا ريت في البداية حضرتك تعرفنا عن هذا المعهد بأقسامه ودوره في النهوض بالزراعة المصرية. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بشكر حضرتك على المقدمة الجميلة اللي حضرتك قلت فيها تاريخ المعهد منذ إنشاؤه إلى أن أصبح معهد لبحوث الأراضي والمياه والبيئة. المعهد معني اللي هو بزيادة الإنتاجية من وحدة الأرض والمية، أو تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمية. وفي سبيل ذلك في 10 أقسام بتنهض بهذه العملية: أقسام معنية بالتربة، وأقسام بالمية، وأقسام شغالة في التربة بس من ناحية الخصوبة. فعندنا قسم حصر وبحوث حصر وتصنيف الأراضي، هو منوط به أنه يقسم الأراضي من حيث تقسيمات التربة وإنتاجيتها. قسم بحوث كيمياء وطبيعة الأراضي اللي هي التحليلات الكيماوية والطبيعية للتربة وما إلى ذلك. قسم الأراضي الرملية والجيرية، وقسم الملوحة بحوث الملوحة والقلوية، وده موجود في اسكندرية لأن الملوحة والقلوية كانت موجودة
في الشمال. تمام. في شمال الدلتا. تمام. فكان معمل للملوحة والقلاوية ثم أصبح قسما من أقسام المعهد. وقسم صرف الصرف الحقلي بحوث الصرف الحقلي وده معني بمية الصرف الزراعي. وقسم بحوث المقننات المائية والري الحقلي. قسم المقننات المائية اللي هو المنوط به حساب المقنن المائي للمحاصيل المختلفة طبقا لنوع التربة المختلفة. يعني الأراضي الطينية في المناخ الفلاني المحصول كذا حسب طبيعة التربة والمحصول. وقسم بحوث تغذية النبات وخصوبة التربة وهو المنوط به عمل مقررات السمادية للمحاصيل المختلفة. تمام. وأيضا للتربة المختلفة لأن الأراضي القديمة غير الأراضي الجديدة كل أو الأراضي الغنية غير الأراضي الفقيرة في عناصر الخصوبة بتاعتها. وقسم بحوث البيئة وده المنوط بدراسة الملوثات الزراعية سواء في المية أو التربة. وبيشوف الجايد لاينز اللي بيمشي وهل المية دي الوتر كواليتي جودة المية تمشي تبقى تصلح للزراعة ولا لا نتيجة لتحليلات وعمل متابعة وأخذ عينات دورية من أماكن محددة زي في أماكن فيها الصرف الصحي اللي بتيجي في الصرف الزراعي بيشوف المية اللي هي بتروى وتستخدم في الأراضي الزراعية. في قسم بحوث الميكروبيولوجي الزراعية القسم ده منوط به بعمل اللي هي المخصبات الحيوية وتدوير المخلفات وإنتاج البيوجاز وعمل الطحالب منوط به الحاجات الميكروبية يعني. والمعهد فيه إدارة عامة لتحسين الأراضي ودي أساسا المنوط بيها متابعة الأسمدة اللي هي المتداولة في السوق مع شرطة المسطحات أو شرطة التموين وهي لها إن هي بتروح مع الحملات دي وأخذ عينات رسمية بتستخدم حتى في قدام القضاء سحب العينة الرسمي يعني وبتتحلل في المعامل وبتشوفها مطابقة أو مش مطابقة أو في غش أو يعني دي وظيفة رقابية وظيفة أي المعهد فيه حتى في الإدارة دي في قسم رقابة هو اسمه كده رقابة. تمام. الرقابة على تداول الأسمدة والمخصبات وبيشوفوها حسب التراخيص اللي لجنة المخصبات ادتها لها بيبقى معاه ترخيص بمواصفات معينة للعناصر وحدودها فبيشوفوها في السوق عشان يمنعوا الغش ويحموا المستهلك. لجنة المخصبات دي موجودة في المعهد؟ لجنة المخصبات هي بقرار وزاري لكن مكانها ومعظم أفرادها في المعهد. لكن هي لجنة وزارية مستقلة لكن مكانها في المعهد ومدير المعهد هو مقرر هذه اللجنة. أيوة على أساس طبعا عملها يهم التربة والأراضي والمياه يعني بصفة عامة يعني. تمام كده تمام. في تاني في حاجه في وحده الاراضي والمياه والبيئه وهي وحده ذات طابع خاص. نتكلم بقى عن الوحدات ذات الطابع الخاص. ما انا بقول وحده الاراضي والمياه والبيئه هي وحده واحده لان حصل دمج للوحدات وقال لك كل معهد يبقى فوق له وحده واحده بحساب واحد. فبالتالي الوحده دي فيها 5 مكونات لاختلاف طبيعه الانشطه بتاعتهم فاتقسموا جوه داخليا المكونات. في زي حضرتك ما اتكلمنا قبل التسجيل قبل الهواء ففي وحده اللي هو التسميد بغاز الامونيا اللي هو حقن بالامونيا دي وحده بتاخد غاز الامونيا وبتحقن بيه ده تسميد بدل التسميد المعدني.
في وحده وحده الاستشاره عن بعد ونظم المعطوجرافيه او مكون للاستشاره عن بعد، هو في الحقيقه مكون لانه مندرج تحت وحده الاراضي والمياه والبيئه، وده بيؤدي خدمات للمواطنين والمستثمرين. وفي مكون التحاليل والدراسات اللي هو بيعمل تحاليل ودراسات لاي مستثمر عنده ارض، بينزلوا ياخدوا عينات ويحللوا. يعني احنا هنتكلم بالتفصيل عن هذه الوحدات والخدمات التي تقدمها، سواء كانت للجهات الاخرى في وزاره الزراعه او حتى للمواطن المصري العادي المزارع يعني. لكن انا شايف طبعا يعني بصراحه كل الاقسام اللي حضرتك عددتها الموجوده في المعهد دي اقسام مهمه جدا وعملها مهم جدا. خلينا نتكلم على المجال التطبيقي لهذه الاقسام. يعني ايه شايف حضرتك ايه اهم الاقسام اللي شغلها فعلا تطبيقي وبيتم على ارض الواقع؟ هي في الحقيقه هو يعني كل الاقسام بتخدم على هدف. وانا عايز اقول لحضرتك يعني مشروع فكرنا فيه بيلم كل الانشطه ديت، منها اجاوب على سؤال حضرتك ايه الدور التطبيقي. احنا فكرنا نعمل البنك القومي لمعلومات الاراضي المصريه. البنك القومي لمعلومات الاراضي المصريه هو الاسم كده، وممول من صندوق دعم البحوث. البنك القومي فكرته ببساطه ان انا اجمع كل الدراسات السابقه اللي تمت في اي جهه، سواء مركز البحوث الزراعيه، معهد الاراضي، مركز بحوث الصحراء، الهيئه القوميه للشعر عن بعد، المركز القومي للبحوث، الجامعات. فكرته ان انا اجمع الدراسات دي واعمل دراسه للتربه المصريه جديده. بقى من خصائص التربه المختلفه، ملوحه، قلويه، القوام التربه، مستوى الماء الارضي او عمق الماء الارضي، وملوحته، كل الخصائص بتاعه التربه المختلفه بما فيها احنا زودنا عليها النموذج الارتفاع الرقمي، الاربن اللي هي منطقه العمران في الارض اللي هي على اساس يحصل تتبع الحته، المنطقه دي فيها عمران يبقى ما فيهاش اخد عينات، يبقى ما فيهاش خصائص تربه لانها اتبنت او فقدت من الارض المنزرعه. شبكه الصرف، الري، نقط الارتفاعات. فانا عايز اقول لسيادتك كل حتى الجيولوجيه ان احنا اي معلومه بنحطها في البنك ده. هل بدا فعلا العمل في هذا البنك في الحقيقه إن احنا ولا لسه مجرد لا ده احنا تفكير في لا احنا خلصنا 4 مليون فدان من الاراضي القديمه وبادئين في ال 2 مليون لان كل مرحله، لكن كانت شويه فتره بعد 2011 والظروف اللي مرت بها البلاد اتاخر شويه المشروع، وكانت في مشكله تمويل كمان. الفكره دي يبقى احنا عندنا دراسات قديمه ودراسات جديده، نقدر نقارن الدراسات الجديده بالقديمه ونشوف التدهور بتاع التربه في اي منطقه وايه اسبابه ان احنا نحسن التربه. ونسيت قسم مهم من اقسام المعهد ان انا ما اتكلمش عليه، ان هو قسم بحوث تحسين وصيانه الاراضي. ده فعلا قسم مهم جدا. ما قسم مهم انا في الحقيقه نسيت يعني وانا بعرض اقسام المعهد. فان انا لو انا شفت قارنت الارض ولقيت في تدهور للتربه، المفروض ادرس ايه هي المشكلات بتاع التدهور او اسباب التدهور ايه، ونضع الحلول. الحلول سواء كانت في ايد وزاره الزراعه بنوصي بها، او ممكن في حلول ما تكونش في ايدينا بس احنا بننبه ليها يعني على اساس على سبيل المثال وبتوضحوها وبنوضحها لاصحاب القرار. ايوه بالظبط كده، لان المنظومه كلها لا معهد الاراضي يعرف يشتغل لوحده ولا وزاره الزراعه تعرف تشتغل لوحدها، لان المنظومه كلها المفروض بتكون متكامله. طبعا على سبيل المثال لو انا لقيت مستوى الماء الارضي مرتفع، ببساطه انا عايز مصارف، المصارف دي شغله وزاره الري، المفروض ان احنا نبلغ مسؤوليه وزاره الزراعه. فلكن احنا مسؤوليتنا ان احنا نشوف الصرف الحقلي اللي هو ما بين الحقول وتاثيره على الزراعه وبيقلل الانتاجيه، بننبه للمشكله دي. مين اللي يعملها؟ هي دي بقى التكامل بين الادارات والحكومات والوزارات المختلفه على لخدمه الفلاح. هل حضرتك شايف يا دكتور محمد بصراحه شديده اننا نفتقد الى هذا التكامل؟
ودوت اللي خلى على مر السنين في تراكم للمشكلات اللي بيعاني منها المزارع المصري والفلاح المصري في كل مكان. بصراحة وبوضوح، أيوة، مصر بتعاني أو كانت، أنا خليني أكون محدد يعني، والكلام ده بقوله لما لمسته أنا بصفة شخصية، إن كانت بتعاني من عدم التكامل. يعني عايز أقول لحضرتك، يكاد يكون اللي في مكتب واحد مش متعاونين مع بعض، المعلومة اللي في المكتب ده مش زميله مش عارفها، مش عايزين نقول الأقسام مش متعاونة، يبقى كل الإدارات اللي في الوزارة الواحدة مش متعاونة. طيب لكن اسمح حضرتك ناخد أولى المداخلات. معنا أشرف من الوادي الجديد، ألو. السلام عليكم دكتور حامد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا برحب بك أنت وضيفك الكريم دكتور جمال. أهلا وسهلا دكتور محمد إسماعيل. دكتور محمد، أهلا وسهلا. أنا من الوادي الجديد، وكنا من منتفعين وخريجين قرى الشاب دكتور حامد. منين؟ من منتفعين وخريجين قرى الشاب اللي يعتبر عن مدينة باريس. تمام. 620 كيلو. واستلمنا الأرض في شهر 11/2015 اللي فاتت. تمام. رحنا اتفاجئنا بواقع الصراحة، يعني ما يجيبش حد. ايه المشاكل يا أشرف قول لي؟ المنازل طفين ومسقوفين بوس يا دكتور حامد، وسلك الكهرباء من داخل البوس، من داخل البوس معدي في البوس. وما فيش شبكة مياه شرب في القرية. وما فيش وحدة صحية أصلا في القرية. ولا وحدة بيطرية. ولا ميكنة زراعية للجرادات والمحاريث. والبيبان والشبابيك متكسرة، والبيوت مليانة كثبان رملية. استلمتوا الكلام ده من امتى يا أشرف؟ في شهر 11 اللي فات. شهر 11/2015؟ أيوه. يعني من شهرين. أو من ثلاث شهور. من شهرين بالظبط. والآبار ساعة ما رحنا شغلوا لنا. طب مين اللي سلمكم والوضع ده موجود؟ سلمتنا لجنة تبع التنمية والمحليات اللي هي تبع مجلس مدينة باريس. طب مضوكوا على إقرارات معينة إنكم استلمتوا المباني وكل شيء تمام وكل. مضينا يجي على 20 ورقة. أو ما تعرفش مضيت على إيه؟ ما اعرفش. ولما قلنا لهم هات نقرا الورق قال احنا فاضيلكم، انتوا كام واحد اصلا؟ احنا هنمضيكم ومفيش وقت واحنا عايزين نمشي. انتوا كام واحد يا اشرف؟ كام واحد؟ حوالي 470 500 واحد. احنا بس استلمنا القريه الاولى حوالي 135. مساحه القريه قد ايه؟ مساحه القريه 5 ابار، كل دير 140 فدان. يعني داخلين في حوالي 600 فدان. 6000 فدان او 650. فطبعا سعادتك احنا دلوقتي ما فيش حد سائل فينا خالص، ومن ساعتها سيبناها ومشينا. فبقول لك الشباب بيستلم الارض ويسيبها ويمشي. طب احنا هنروح نقعد ازاي ونسكن ازاي ونعيش ازاي؟ يعني انتم ما عندكوش اي مقومات للزراعه؟ ما فيش نهائي. الابار شغاله يا اشرف ولا مش شغاله؟ حتى شبكه الميه سعادتك اللي هي في الارض ما ركبتش غير الخط الرئيسي بس اللي هو طالع من البير. يعني وسابوكوا كده منكم مع نفسكم، يعني كده بقى تصرفوا انتم مع حالكم يعني. طب الشركه دي ما واخده فلوس، اللي هي في الارض، اللي هي شركه رجوه دي واخده فلوس، ما تكملش ليها شغل الارض. مين المسؤول عنها ان يستلم مني؟ ما استلموش ليه الرشوه. طب ليه ما لجأتوش للمحافظ يا اشرف؟ اتصلنا على المحافظ وكلمناه وقال كله ان شاء الله يتعدل ومش عارف ايه. المهم يعني الكلام ما فيش نتيجه من الاخر. كل ما تتصل على بتاع الوحده المحليه اللي هو بتاع رئيس مجلس مدينه باريس، الراجل يشكر يرد علينا يقول لك اصل بتوع الري لسه ما استلموش الابار، اصل بتوع الاسكان والتعمير مش عارف ايه. ما حدش مديك عقود نافع ولا اي حاجه نهائي، يعني ما حدش موصلك الواحد يحل لك المشكله دي اساسا. حاضر. المستشفى ما فيش مستشفى. تفكرتني اصلا شبكه الارض ما ركبتش لسه، يعني الشركه اللي واخدها ليها 5 سنين ما قدرش لغايه الان تنفذ قريه واحده. مين طيب المسؤول عن الشركه دي؟ يعني من الحكومه مسؤول عن الشركه دي ان هي تنفذ وتستلم منها ويسلمنا احنا. طيب يا اشرف احنا بنشكرك وسيب بياناتك في الكنترول، واحنا هنتواصل ان شاء الله مع المسؤولين ونشوف المشكله دي. شكرا يا اشرف. شكرا. معانا انور من اسكندريه. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا يا حاج انور. انا بحييك يا دكتور وبحيي ضيفك العلامه الجليل يا فندم. ربنا يخليك. سيادتك بالنسبه للاراضي القديمه فيها نسبه املاح عاليه
وعاوزين جبس زراعي. حدد لي يا حاج انور بعد اذنك المكان فين بالظبط؟ ابو المطامير جمعيه المركب يا فندم. ابو المطامير بحيره؟ ايوه يا فندم. الجبس زراعي عشان يجي بقول لك العربيه تدفع 1000 جنيه كارت. بس لو في اسعاف هتعدي من الكارت هتدفع على الكارت. ده اراضي مريضه واحنا عاوزين نعالجها. يا انور يا انور يا انور ما جاتش على الكارته يا فندم. ما انت عارف يا فندم يعني عاوز 5 طن و10 طن الفدان يا فندم. عاوز نسبه عاليه عشان هي الكارته قد ايه للعربيه يا انور؟ قديمه والله الاراضي الصحراء يا انور. الكارته قيمتها قد ايه للعربيه؟ 1000 جنيه على العربيه يا فندم. 1000 جنيه؟ والله حمولتها قد ايه؟ بس العربيه بتشيل دفتر 40 طن بس. تدفع 1000 جنيه واحنا طبعا بنحتاج كمال كل سنه والاراضي بتتصحر. ارتفاع نسبه الاملاح انت عارف نسبه الاملاح ده اللي بتعوق الجذع بشكل العناصر الغذائيه والانتاجيه قلت بدليل ان عندي القمح بجيب 12 ارتاب في ابو المطامير ووصلت انا في البنجر ل 30 ارتاب في بنجر السكر. لو المايه اتحسنت بنوصل ل 30 ارتاب الارض بكر وباشا املاح. عندي مشكله ثانيه بالنسبه في البنجر الصيف المايه بتغير جو في الصيف ازاي يعني؟ الدورة عم نول جابت نص انتاجية وفي دورة شالت من العطش رغم ان في مية رايحة البحر. المية في مصرف اللي هي الصحارى ده معديه من تحت كرة الناس رايحة البحر والمية شتا والمية حلوة مهدرة في البحر والمية بتغير الدور بغير عندنا. حاضر يا انور بس دي على فكرة دي مشكلة وزارة الري على فكرة. انا يعني اضطريت في 5 وحدات رفع على بترفعها كرة الناصر يا فندم. ده بالنسبة للوريا كمان عندنا ارض خلوية في البنجر بيجيبوا لنا اللوريا. بس 50 جنيه عشان ابدلها يا فندم بنطراه. في جانب 19 فندم السكر بتجيبوا لي لوريا وعندي نسبه قلويه عاليه والدكاتره عملت تحليل قال لك انت ما بتستعملش لوريا خالص هات نطراه. فعشان اتبع التعليمات وعشان نوصل اعلى انتاجيه ببدل الشكاره ب 50 جنيه. ليه يا فندم؟ طيب انا كده ايه؟ مظلوم في المشوار ده يا فندم. طيب يا انور احنا بنشكرك وبرضه يعني هنتكلم في كل هذه النقاط مع ضيفي في هذه الحلقة الدكتور محمد. بنشكرك يا عم. شكرا أعزائي المشاهدين أستكمل الحوار مع ضيفي في هذه الحلقة لكن بعد هذا الفصل. أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى بعد هذا الفاصل وأرحب أيضا بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ دكتور محمد إسماعيل مدير معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه. برحب بحضرتك مره اخرى دكتور محمد. يعني الحقيقه انا عاوز تعليق سيادتك على اشرف من الوادي الجديد وانور من اسكندريه بالنسبه للمشكلتين اللي عرضوهم. ايه راي سيادتك وبعدين نتكلم بعد كده نستكمل الحوار. والله بالنسبه للاخ اشرف يعني المفروض نشوف يعني تشوف مين اللي سلمهم وسلمهم ايه وهو وقع على ايه بالظبط. ما هو يا فندم بيقول المحليات ويبدو كده ان احنا ما زلنا شغالين بنفس الاسلوب السابق. المحليات ومضي ومضي واشرب بيقول مضيت على ورقه كتير ومفيش شفافيه. طب قولوا له بيمضي على ايه؟ وانا متوقع طبعا ان هو استلم البيت كامل تماما من كل شيء ومفيش اي حاجه ناقصه وكله تمام والارض تمام وشبكه الميه تمام. الولد يا عيني مش عارف مضى على ايه. بس دي غلطتك يا اشرف، غلطتك انك تمضي على اي ورقه من غير ما تعرف انت ماضي على ايه. الكلام ده مرفوض تماما، الكلام ده مرفوض تماما. لكن هو ده شغل المحليات، بسرعه واقلب علشان نعمل بقى ايه بروباجندا ودعايه واعلام وسلمنا وكم شاب واستلم بيت واستلم ارضه وبعد كده احنا بنلبسه في الحيط. لا عنده امكانيات ولا يعرف يشتغل ولا حاجه. ده كلام. والشباب طبعا مضطر، الشباب مضطر للاسف الشديد. بالنسبه للاخ انور بخصوص الجبس الزراعي ده المنوط بيه توزيع الجبس الزراعي جهاز تحسين الاراضي. وبالنسبه لمشكله السماد هو يعني هو دلوقتي الاستاذ الدكتور عبد المنعم البنا عامل لجنه اساسي ندرس اليه توزيع الاسمده ومدى الاحتياج الفعلي لها ولجنه كبيره من الوزاره والمعاهد المختلفه من المركز يعني. اللي هي الخريطه السماديه او المقررات السماديه؟ لا قبل الخريطه السماديه ده موضوع طبعا. غير اليه التوزيع والارض ايه تحتاج يوريا وايه تحتاج نوع السماد كمان لان هو عنده حق المفروض كل ارض لها سماد. طبعا.
فالمفروض الكلام ده كله بيدرس والدكتور عبد المنعم. وده يا فندم يعني نرجع تاني للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها اللي هي عدم التنسيق بين الأجهزة المختلفة. ما يعني طبعا انتوا عندكم المعهد ما شاء الله مليان بمئات والاف الابحاث. انا عايز اقول لحضرتك بكل هذه المجالات لكن مين ينفذ ومين يطبق؟ لا ما انا بقول لحضرتك هو الاول كان سؤال حضرتك قبل الفاصل على عمليه كان، انا قلت كان ما كانش في تعاون. طيب ودلوقتي؟ لكن في الحقيقه يعني انا شايف ما هو القيادات خير مثل وقدوه للاخرين. طبعا الدكتور عبد المنعم، يمكن انا جاي دلوقتي وفي لجنه مشكله من كذا مع الدكتور عبد المنعم رئيس مركز بحوث زراعيه، ما بيعملش حاجه الا لما بيجيب مدير المعاهد المختصين بالموضوع ده كله يده بدلو، وعملنا حاجات كتير كل مدير المعاهد مع بعضها في اجتماعات، فبقى حتى ده نوع ان المعاهد تعرف بعض ويحصل تكامل فيما بينها. ومدير المعاهد اسند ثناء على الاجتماعات اللي عملها الدكتور عبد المنعم يعني، وكانت حاجة جديدة ان يجمع مدير يعمل زي اجتماع، مش اجتماع مدير معاك وبنناقش قضية من غير اجتماع، يعني مش اجتماع دوري. فاللي انا عايز اقول لحضرتك عليهم من هنا جات عملية التكامل بتيجي واحدة واحدة، ودي تجلت في المليون ونص فدان. يعني هل تقصد تقول ان احنا بدأنا نمشي في الطريق الصحيح؟ تمام. ولا يعني انا عايز اقول لحضرتك انا مش عايز، هي موجوده، بقت موجوده دلوقتي. صحيح ماشيه بخطوات لكن بقت موجوده. اللي انا عايز اقول لحضرتك من بالنسبه لي انا كمدير معهد من اول رئيس مركز لحد رئيس الجمهوريه بيتبعوا هذا النهج، ودي تجلت في المليون ونص فدان. هو مفيش يعني شك يا دكتور محمد ان مركز بحوث زراعيه بيعتبر يعني قلب وعقل وزارة الزراعة، يعني لأن هو القائم بكل الأبحاث والدراسات المتعلقة باستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية في جميع المجالات. ولكن احنا برضو ما زلنا بنعاني والأسف الشديد من معاول الهدم، للأسف أسف معاول الهدم اللي هم عاوزين يهيلوا التراب على كل إنجاز وعلى كل عمل ناجح في مركز البحوث الزراعية. وعلى فكرة الناس اللي بتعمل كده ها وطلع في القنوات المختلفة وأيضا وسائل الإعلام المختلفة والصحف المختلفة دي ملهاش شغلان، دي ما بتعملش حاجة خالص، ملهاش وظيفة غير إن هي زي ما يكون مخطط. يا جماعة زي ما يكون مخطط، أنا مش عارف يعني مش عاوز أدافع عن مركز بحوث زراعية لأن ممكن تكون شهادتي مجروحة لأن أنتمي إلى هذا المركز العريق، لكن أنا بسيب الدكتور محمد يتكلم، لكن أنا عاوز كل واحد يفكر قبل لما يتهم الآخرين باتهامات باطلة، ويكون الهدف منها إهالة التراب على كل إنجاز وإنكار كل إنجاز في مركز البحوث الزراعية. لكن أنا متأكد إن هم مش هينجحوا، مش ممكن أبدا ينجحوا. يا ريت كل واحد يشتغل الشغلانة بتاعته، ملوش دعوة بحاجة تاني، يشتغل الشغلانة بتاعته زي ما بيقول الرئيس السيسي، كل واحد يشتغل بس ده المطلوب. لكن بعض الاشخاص تبدا تتنقل من قناه لقناه ويكتبوا في الصحيفه دي والصحيفه دي واتهامات، ويوزعوا اتهامات كده بدون اي اسانيد ولا اي ادله ولا اي شيء. طيب اللي معاه اي حاجه يتجه للاجهزه الرقابيه وخلصنا. لكن اثاره الراي العام ده دي مشكله خطيره. والله انا نفسي بالمناسبه يا دكتور محمد يعني وفي وجود مجلس النواب خطرت على بالي دلوقتي في اللحظه دي، يا ريت يكون في تشريع طلعوا مجلس النواب يحاسب بيه كل من يساعد على إثارة الرأي العام أيا كان وضعه، سواء كان مقدم برنامج، سواء كانت صحيفة، سواء كان أي حاجة، واحد ضيف في برنامج ويدعي بالباطل. يا ريت، إيه رأي حضرتك في هذا الاقتراح؟ والله يا فندم هو الاقتراح ده بتاع حضرتك مطروح على الساحة لسبب وجيه جدا. هو احنا صحيح من مركز البحوث الزراعيه ومن وزاره الزراعه، لكن القضيه اللي حضرتك فتحتها وبتتكلم فيها هي موجوده وفي كل الاتجاهات وفي معاول هدم زي حضرتك ما بتقول. لكن انا رايي ان احنا نشتغل ولن نعيرها اي اهتمام، لان يعني الاخر خالص هو يعني الحق حق والباطل باطل. ما هو ده اكيد يا دكتور محمد، ما فيش شك في كده. أنا لكن خلينا نتفق بامانه انه يعني كتر الكلام على المسؤولين بالباطل
بيصيبهم بالإحباط. معلش، بالذات لما يبقى في وسائل إعلام مختلفة. ده كلام هي مرحلة مرفوض تماما. هي مرحلة ما بعد الثورة. انت انا بؤكد لحضرتك، هل الناس كانت مضغوطة؟ هي مخطط ومحبوك، ولذلك ما بتلاقيش الهجوم، يعني حضرتك لاحظها كده، غير على الأجهزة الناجحة. الأجهزة المنورة كده اللي شغالة، الأجهزة الناجحة بيبقى عليها هجوم. والله والمفروض هجوم شديد جدا. والله أنا رأيي المفروض إحنا نشتغل، واللي عايز يهاجم يهاجم. أنا معاك. وخلاص يعني، وبلاش الأمثلة القوية، لأن الواحد في جعبته الكثير يعني. لكن ما أنا رأيي طالما الإنسان واثق من نفسه يبقى المواضيع دي كلها ما تستاهلش الرد أصلا يعني. لا احنا ما اتكلمناش على موضوعات معينه. انا بتكلم بصفه عامه. انا مع حضرتك. انت شفت العمله الشنيعه اللي اتعملت مع جنود الشرطه وهكذا يعني. في حاجات غريبه بقت تحصل، سواء ما يعني غريبه عن المجتمع، بلاش ان الواحد يعلق عليها يعني على اساس ما ينحدرش للمستوى. بس الرأي العام عندنا على فكرة بقى واعي يا دكتور محمد، وبيقدر يفرق بين الغس والسمين. والله ربنا يزود ثقافتنا ونبقى واعيين وننهض بمصر يعني. هو ده المطلوب. يعني ان شاء الله. طيب. فاللي انا كنت يعني احنا كنا واقفين على يعني ان ما كانش في تعاون قبل كده، لكن في الحقيقة فبقول لحضرتك التعاون تجلى في اكتر من موضوع، وده انا لمسه. ودي شهاده انا بقولها. يمكن على مستوى مركز البحوث الزراعيه، وعلى مستوى الوزاره برضو، وعلى مستويات دوله مع بعضها. تمام. تجلت في المليون ونص مليون فدان. لا دي بقى انا عاوز حضرتك تتكلمني فيها بالتفصيل. ما انا بتكلم في حته في التعاون. لا انا بتكلم في التعاون بس. كتعاون وبعدين نبقى نجيلها لما ما على فكره لو ما كانش في تعاون ما كانش العمل ده نجح. ما كانش اصل العمل ده ظهر للنور. على فكرة عند حضرتك حق. فالمنظومة دي اللي هتخلق تعاون وحكاية الحبسة في الأدراج دي هتنتهي، وإن شاء الله هننهض بمصر إذا سرنا على هذه الخطى. يعني ده رأيي يعني. إن التعاون، لأن ما فيش نجاح منفرد أصلا. أكيد طبعا. يعني حتى المعهد الأراضي حتى لو كل اشتغل فيه والمعهد نفسه منفرد مش هينجح. يعني المردود بتاعه هيكون إيه؟ لأن المفروض احنا نشتغل وندي للآخرين، والآخرين يشتغلوا ويدوا للآخرين، وهكذا. بالزبط. يعني ما ينفعش أنا أشتغل لوحدي وبتاع المحاصيل ما ياخدش نتاج شغلي. بأن الأرض هتعمل بها إيه؟ لازم هتزرع عليها محاصيل، حاجات بستانية وما إلى ذلك يعني. فالمفروض كل يسلم أو كل يدلو بدلو في تخصصه ويدي للآخر حتى تكتمل المنظومة يعني. أكيد يا دكتور محمد، منذ بناء السد العالي وبدأ يحجز خلفه وفي بحيرة السد كميات طن كانت بتوصل للأراضي الزراعية، حصل تدهور لأراضي الوادي بصفة خاصة يعني من ناحية الخصوبة. تقييم حضرتك للوضع الحالي بالنسبة للأرض الزراعية في مصر؟ والله هي بعد إذن حضرتك، يا الأرض الزراعية يعني احنا بنتكلم على الخصوبة كخصوبة. هو في مقررات سمادية معمولة دي بعد دراسة الخصوبة، لكن للأسف الحاجات دي من التسعينات أو من قبل كده، الدراسات قبل كده، لكن المفروض الدراسات دي تتم كل 5 سنين. أيوة. على أساس نشوف المقرر السمادي لكل منطقة. لكل منطقة ولكل محصول. لكل منطقة وكل محصول، حتى لكل حوض، حتى ننزل لمستوى الحوض. بس مش شايف ان دي صعبة يا دكتور؟ هي صعبة. ما هو كان زمان بتدرس الحاجات دي على اساس الضريبة بتيجي على الانتاجية بتاعت الحوض. يعني دي يعني وخرائط الملكية كانت معمولة لكده، والانجليز كانوا عاملينها. فاحنا لما ندرس نعرف معلومات كتير عن التربه بتاعتها، نقدر نتغلب عليها وناخد منها اقصى انتاجيه. هي المشكله هتصرف كتير في الاول، انا مع حضرتك، لكن العائد بتاعها هيكون اكبر. لان انا دلوقتي لو عرفت المقرر السمادي، لو انا قللت، كانت الارض دي خصبه والمفروض اقلل المقرر بتاعها، فانا وفرت في الطاقه في كده. ولو انا عرفت الارض التانيه المقرر قليل، بيبقى انا عندي فقد في الانتاجيه، المفروض اديها المقرر ازوده، عشان ازود الانتاجيه. فدي خير ودي خير.
فالدراسة هتجيب العائد بتاعها على طول يعني. فالمفروض بس هي عايزة مجهود وعايزة فلوس، أنا مع حضرتك، لكن لا غنى عنها. لأن أنت دلوقتي إحنا عمالين نقول إحنا في ثورة معلومات وثورة كذا وثورة، من أين تأتي هذه المعلومات؟ بلا دراسة؟ المفروض أصل أنت وأنت بتدرس لما جمعت العينة بتقدر تجيب الخصائص كلها، تقدر تجيب الخصوبة، تقدر تجيب خصائص أخرى. لكن هي يعني المشكلة في التفصيلي ونص تفصيلي والاستكشافي، يعني مستوى الدراسة إيه؟ لو أنت عايز تعمل مستوى دراسة على مستوى الحقل نفسه تعمل دراسة تفصيلية، بعدين تعمل مقرر. ودي فكرة كان الدكتور عبد المنعم البنا قدمها، وبس في الحقيقة يعني إن شاء الله في التمويل، منتظرين التمويل إن شاء الله. إن شاء الله. بس هي على المدى البعيد يا دكتور محمد يعني على فكرة هتوفر كتير، والعائد اللي هتعمله يعني هيبقى عائد مجزي. ما عند حضرتك حق، اصل الانتاج اذا زاد بفرض ان في مقرر سمادي قليل وانت زودته مع العدد السكان بيزيد، انت عندك فجوه بين الانتاج وبين عدد السكان، يعني انت محتاج. اكيد طبعا. ولو وفرت، ما عندك ارض جديده انت بتقتحم الصحراء دلوقتي، وحتى محتاج تتوسع في الاسمده اللي هي الحيويه وتحافظ على خصوبة التربة وما إلى ذلك يعني. يعني معنى كده أنكم إن شاء الله في القريب هتبدأوا في موضوع الخريطة السمادية على مستوى الجمهورية. والله إن شاء الله ده مشروع، بس ده مكثف، العينات بتاعته مكثفة تفصيلي. لكن هو إحنا بنعملها بس اعتبرها استكشافية مع البنك. يعني ده الفرق، يعني إحنا بنعمل دلوقتي الخريطة بس ما تنفعش اللي انا بقوله لحضرتك عليه ان انا اعمل مقررات سمادية. ما تنفعش عن طريقها اعمل مقررات سمادية، لكن تستكشف ايه اللي حاصل للخصوبة الى حد ما اسمها استكشافية. لكن التفصيلية ودي اكيد على مستوى المحافظات ولا المحافظات والمراكز؟ لا، الاستكشافية بتبقى استكشافية المنطقة. لكن انت لو عايز تقسمها على مستوى القرية والمركز دي تبقى تفصيلية، لان القرية وبعدين تجمع القرى تبقى مركز وهكذا يعني. يعني طب من وجهة نظر سيادتك ومن واقع الأبحاث التي تمت في المعهد، حضرتك شايف أكثر الأراضي فقرا بالنسبة للعناصر الغذائية موجودة في أي محافظة؟ هي في الحقيقة هو دايما الأراضي القديمة أحسن من الأراضي الجديدة، ده بصفة عامة. والأراضي الطينية يعني فيها خصوبة أحسن من الأراضي لكن بصفة عامة زي حضرتك ما قلت، عشان ما نقولش كلام ان الطامي وما الى ذلك من كافة، احنا ما عندناش ارض خصبة بالمعنى المفهوم. يعني احنا عندنا ارض تقدر تحتفظ بالعناصر الغذائية ما تفقدهاش بسرعة. يعني الارض الرملية ممكن تحط لها سماد تفقده في الرأي في الغسيل ينزل. الارض الطينية تحتفظ طبعا، وهكذا يعني. يمكن الكفاءة هنا اسمها الكفاءة هنا اكتر من هنا. لكن الاراضي الخصبة دي اللي هي الفيرتيليتي سويلز دي بتيجي في الغابات وتساقط الامطار، اللي هي بتجيب عناصر من اماكن، من حاجة تانية، من غابات، من حاجة اورجانيك. فاحنا ما عندناش الاراضي اللي بالنوايا دي، لكن الاراضي القديمة كويسة. قوام التربة وبناء مديها خصائص اخرى يعني، لكن مش خصائص ان هي غنيه، هي بتحتفظ. فاحنا لكن السماد البلدي بيفضل فيها وهكذا، اللي هو بيسموها اللي هي نظام الخدمه. نظام الخدمه بتاعتنا والسلوك بتاع الفلاح هو اللي بيخليها خصبه. يعني بيديها الماده العضويه بالسماد البلدي طبعا، فده عوض. الاراضي اللي هي في اراضي غابات وكلام ما فيهاش سماد بلدي، لكن هي خصبه. فاحنا لو ادينا سماد بلدي رجعنا، هنرجع بقى لطريقه الزراعه القديمه، ان هو كان الفلاح يحط نقل تراد وياخد نقل السماد بلدي ويسمد سماد بلدي مش معتمد اعتماد كله على السماد المعدني. فبالتالي الارض كانت فيها خصوبه من هنا.
الفلاح دلوقتي بيستسهل شويه الموضوع، بيستسهل وبقى عامل رغم انه مكلف الحظيره بتاعته عاملها، يعني السماد عنده في الحظيره مفيش مشكله. لا ده هو مش ما عامل الحظيره اسفلت على اساس ما الروس حتى ممكن يرميه يتخلص منه في المجاري او حاجه. ما بيعملش السماد اللي كان الفلاح القديم بيعمله طبعا. وهي دي مشكله اخرى يعني. يعني احنا كده اتكلمنا على الارض يعني باستفاضه. العنصر الثاني بقى المياه. اهم الابحاث اللي موجوده في المعهد اللي هي تحافظ لي على او تخليني استفيد اكتر استفاده من وحده الميه، يعني او دوركم ايه، او اهم التوصيات اللي طالعه من المعهد في هذا المجال؟ والله احنا اللي عندنا قسم المقارنات المائيه والري الحقل، في بحوث كتير جدا، يمكن حتى في بحوث اللي هو نظام زراعه المصاطب، المحصول على المصاطب ان هو يوفر هي زراعه القمح مثلا على المصاطب، محاصيل معينه مش شرط القمح دي. لا بس هي مشهوره قوي في القمح الحقيقه، بقى لها تقريبا يجي 3 سنين وجايبه نتائج كويسه جدا. وممكن نزرع الذره على المصاطب، ما يعني ما فيش مشكله. لكن دي حاجه. الحاجه الثانيه لو احنا اخترنا توقيت الزراعه ونوعها، توقيتها يعني توقيت المواعيد بتاعه الري الصبح او اخر النهار، كل دي توصيات. انت عارف المزارع ما بيعملش بيها، بيروي الارض وقت ما بيرويها. انت عارف وقت ما هو فاضي، وقت ما هو فاضي، ما عادش زي الاول يا دكتور محمد يقوم الفجر كده يروح لغيطه ويرجع تاني بعد العصر يبص على الزرع بتاعه ويشوف الارض محتاجه ايه. ما عادش ما فيش الكلام، لان هو للاسف الشديد ما حدش مش عاوز حد يزعل مني، سهرانين طول الليل قدام التلفزيون والبرامج اللي مالهاش لازمه وملهاش اي فايده للاسف الشديد، غير ان هي ترفع الضغط بس هو ده. وطبعا ينام له الظهر ويقوم بقى اذا راح الغيط ولا حاجه يعني. عند حضرتك حق. وتاني حاجه فيه اللي هو مشروع تطوير الري، ان انت بتزود مشروع الكفاءه، مشروع تطوير الري الحقل، تطوير الري الحقل بتزود الكفاءه والتسويه بالليزر. ما هو دي اساسا دي جايه من بحوث جايه، انت قلت لحضرتك في قسم تحسين وصيانه الاراضي، دي اساسا جايه بحوث تحسين وصيانه. لكن صحيح العمل الكمي بيبقى مسؤوليه جهاز التحسين او بيبقى مسؤوليه اي جهه اخرى، ممكن اسمها الميكنه. ما هو ده راجع لنقطه الميكنه، راجع برضو للترابط بالاجهزه المعنيه اللي احنا كنا، لكن البحوث دي خارجه من معهد الاراضي. اكيد طبعا. فانا بقول هل المقننات المائيه اللي بيحددها معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه حضرتك شايف ان المزارع بيلتزم بيها لكل محصول؟ ما هو بالذات في الاراضي القديمه. بعد اذنك، هو اذا كان الري بالغمر، انا اسال حضرتك سؤال اجابه، اذا كان الري بالغمر بدون يعني عشوائي، ايه الالتزام اللي هيعرف يحسب المياه ازاي؟ صعبه جدا، صعبه جدا. يعني ممكن يكون عامل كل حاجه ويكون بيعمل شاي ولا بيعمل، حصل سهو ان ما ينقلش القطع بقى، ينقل لحته ثانيه لشريحه اخرى او حاجه، غرقت خدت مياه كتير. يعني تشبعت بالمياه، خدت اكتر من اللي هي عايزاه. وعملت تاثير سلبي على المحصول. يعني حسب ميعاد الري تعمل تاثير امتى. لكن على الاقل فقد الميه دي وفقد طاقه وفقد حاجات كتيره. يعني فالمفروض هو يتبع الاسلوب الامثل من تطوير الري الحقل. الناس بساعات بتعترض عليه في الغيط، يعني في الحقل ما بيرضوش يعملوه. يعني المفروض في تطوير الري الحقلي هو لو للاسف لا، هو اللي بيعترض على تطوير الري الحقلي اللي هو قريب من مجرى الماء. يعني ما احنا يبقى عندنا مفهوم العمل الجماعي، بيقول لك المايه عندي متوفره وبتاع، لكن اللي في نهايه الترع المايه مش واصله له، ده عنده مشكله. مفهوم العمل الجماعي هو ده اللي احنا عاوزين نوصله. ما انت عارف لو في جدول ونبقى قلبنا على قلب بعض، مش معنى ان انا مصلحتي موجوده ومتقضيه ماليش دعوه بغيري، ماليش دعوه باخويا وقريبي وابن بلدي،
الكلام ده مرفوض. انت عارف حضرتك لو اتحط مثلا بمكنة رأي على بداية الحوض او حاجة زي كده في يعني انا عارف المسامات بس بقى مسقة ولا ونحط مكنة تطلع مية ويحصل جدولة للأراضي كلها في وجود دورة زراعية. يعني الدورة الزراعية الحقيقة احد العوامل المهمة لتقليل استخدام المية او بتحل مشاكل كتيرة حتى في المكافحة الحيوية. يعني دلوقتي انت في كل حاجة بتلاقي كل العمليات الزراعية تسميد في الري في كل الممارسات الزراعية صح. يعني انت بتيجي دلوقتي لو الاقراض تفتيت الملكية الفلاح دلوقتي زرع جميع الاصناف في اقراض. هو على فكرة ده مطلب لجميع المزارعين يا دكتور محمد ان تعود الدورة الزراعية مرة اخرى. تمام. بس هو للأسف ما يعني ما فيش قانون يجبر الوزارة او الدولة في انها تجبر المزارع انه يلتزم بالدورة الزراعية. هو دلوقتي يعني احنا عاوزين المزارعين كده يعني هم لوحدهم. انا اقول لحضرتك يعني لا هو الصالح العام دلوقتي بقى هو اللي يجبر اي بالزبط. حد هي قصة الصالح العام. ما هو دلوقتي ما كان في مفهوم البناء على الارض الزراعية، الارض دي ملكي انا اعمل فيها اللي انا عايزه. اللي يجر من البناء على الارض الزراعية رغم ان هي ملكك. الارض دي بتاعتك لكن تزرع فيها كذا. دي الدورة. الدورة الزراعية لان ما هقول لحضرتك حاجة احنا مش عارفين نسوق والاسعار مش ثابتة كل سنة لعشوائية الزراعة. يعني انت لو في دورة عدم معرفة المساحات المنزرعة من كل محصول وبالتالي ما انا مش عارف اسوق وبالتالي بتيجي وعندنا الامثلة كتيرة في المحاصيل تيجي ازمة الاسمدة بالظبط انك ما انتش يعني مش عارف تقول احتياجاتك ايه بالظبط. لو في دوره زراعيه تبقى عارف احتياجاتك من الاسمده وعارف تسوق ازاي المحصول لان عندك علم وعندك بيانات بالمساحات المنزرعه من كل محصول سواء كان خضار او فاكهه ايا كان هذا المحصول وبالتالي اصدر قد ايه، الاستهلاك المحلي محتاج قد ايه. هو ده كل ده مهم جدا هتحله الدوره الزراعيه. يبقى المانجمنت هيحل مشاكل كتير. هي الإدارة الزراعية المتكاملة، إدارة التربة والمية، الإدارة المتكاملة هتحل مشاكل كتير. ودي تكامل بين الجهات المختلفة والعلوم المختلفة لحل مشكلة الفلاح سواء التسويقية أو إن هو يزرع وتوفر له حاجات. طيب استسمح حضرتك معانا حاجة نوال من الفيوم. ألو حاجة نوال، حاجة نوال معايا؟ الو ايوه يا حاجة اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وطيبين. انت بالصحة والسلامة. ازيك يا دكتور حامد؟ الله يخليك يا حاجة اتفضلي. أنا ليا تعقيب على كلام الدكتور محمد في موضوع الري شوية، يعني بيقول الري وسيادتك بتقول الفلاح بيقوم وقت ما بيقوم يسقي. احنا مرتبطين باطراف معينه، يعني لنا طرف معين ولنا اوقات معينه. ما بنقدرش ده ورا ده وده ورا ده وده ورا ده، يعني ما بنقدرش ده الظهر لازم نسقي، ده العصر لازم نسقي، ده بالليل لازم نسقي. يعني نظام الري عندنا بالطرف، ما فيش بقى مش بالمزاج الواحد يعني يا دكتور حامد. فطبعا اللي بيجي معاده الصبح بيسقي، بعديه فلان، بعديه علان، بعديه تركان، وهذا بالطرف. يعني احنا مرتبطين بهذا يعني مرتبطين بالمناوبة في ارتباط. لا ده في عندهم جدولة ري حاجة كويسة. ده هيعدي وطرفنا هيعدي مش هنسقي. وبعدين وصلنا لفين في القمح؟ موضوع القمح يا دكتور حامد وصلتوا بينا فين؟ وصلتوا بينا لحد ايه؟ والله هو القمح يا حاجة نوال ما فيش جديد، لكن انا زي ما انا قلت قبل كده يا دكتور حامد الموضوع ده مش هيقلقنا ومش مش يعني هينزلنا من للدرجة الاسفل. انا بقول لا لا يا حاجة نوال انا بواكد لك من يا حاجة نوال احنا فلاحين وبننتج انتاجية كويسة. فالموضوع ده هينزلنا للدرجة الاسفل. فلازم يبقى فيه دراسة عشان ما نحطمش يعني نفسنا والفلاح هيجي له اكتئاب. وبعدين بعد كده مش هنزرع الا على قد الاكل بتاعنا. ودوروا بقى انتوا على القمح جوه منين؟ تجيبوا بقى حصاله القمح اللي في. لا ده مش هيحصل يا حاجه نوال. يعني انا باكد لك يعني استحاله والله استحاله. والله ما هتلاقوا قمحايه من قمح مصر يا حاجه نوال. حاجه نوال احنا يا حاجه نوال ارجوكي احنا مش عاوزين نستبق الاحداث. طبعا احنا لسه ما وصلناش يعني لموسم الحصاد ونشوف تكلفه الارداب بكام والمزارع هياخد كام،
لكن انا باكد لك وزي ما اكدت في البرنامج ده قبل كده اكتر من مره، ها، انه استحاله استحاله المزارع هياخد يعني من 400 420 في الارداب، ده تصوري، ولو حصل اقل من كده يبقى في حاجه غلط. انا بتكلم بصفه عامه، مش بتكلم بصفه خاصه كمزارعه، لا انا مزارع. ما انا فاهم يا حاج نوال، انا عارف. انما انا بقول لسيادتك يعني انا بتكلم بصفه عامه للبلد ككل، ده زراعة يعني محصول قومي وما نقدرش ان احنا نتاخر فيه، لا بعد كده مش هنزرعه، هنزرع على قد ما هناكل بس. لا 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 ان شاء الله. لا يا حاجه نوال ازاي، مش ما نقولش الكلام ده خالص. او بالثمن ده يا دكتور حامد ما ينفعش، ما ينفعش، ولا يجيب معانا تكاليف، ولا يجيب معانا تكاليف الكيماوي ولا الري، وانت عارف الحصاد والدراسه عماله غاليه، وربنا وربنا هو بس اللي بيعين عشان خاطر البلد دي محروسه واحنا غلابه. ان شاء الله ان شاء الله ما تقلقيش يا حاجه نوال، وانا متاكد ان شاء الله الفلاح مش ممكن هيكون مضار في موضوع يعني محصول القمح بالذات، استحاله، انا باكد استحاله، ولو حصل غير كده يبقى في حاجه غلط، استحاله القياده السياسيه تسمح بده اصلا، استحاله. الفلاح اللي احنا عاوزين نشجعه نزرع قمح، واحنا طبعا عندنا مشكله في القمح، وده طبعا محصول استراتيجي، استحاله ان احنا نعمل له مشكله عشان ما يزرعش قمح بعد كده، ده اعتقد ده غير مقبول، وانا باكد لك انه مش ممكن يحصل ان شاء الله. نشكرك يا حاج نوال. طبعا الحاج نوال بتعقب على موضوع الري، انا طبعا مش كل يعني في مزارعين طبعا بصراحه يعني مهتمين جدا ومرتبطين بالارض جدا، لكن بعضهم بيبقى يعني، واحنا لما بننزل نمر يا دكتور محمد بنشوف الكلام ده بصراحه يعني. تمام. يعني في مجال تخصصي لما بننزل بعض الحقول ونلاقي الافات منتشره بشكل كبير، والفلاح طبعا احنا فلاحين وعندنا ارض وعارفين، ما بصش على ارضه. الحاجه نقول على فكره من كبار المزارعين في الفيوم، ومزارعه مثاليه على فكره، اللي عارف ده مش حضرتك بس اللي عارفها، ده كل مركز البحوث الزراعي عارف. يعني كل الزملاء الباحثين اللي عاوزوا يعملوا اي شغل بحثي بيروحوا الارض بتاعتها. لا لا عارف، يا ست فاضله عايز اعرف. فهي طبعا يعني انا برضو باكد انه استحاله المزارع هيضار بالنسبه لمحصول القمح يعني. طيب خلينا دكتور محمد بقى نستكمل الحديث وننتقل الى النقطه الثالثه اللي هي البيئه. وطبعا بيئه ايه يا دكتور محمد اللي حضرتك هتكلمني عليها، وحرصنا على البيئه، وفي عندنا اراضي للاسف الشديد بيتم ريها بمياه الصرف الصالح، مسؤوليه مين يا فندم؟ هي بعد اذن حضرتك يعني تحليل ميه ايه اللي انا هعمله، واشوف ايه وعناصر ايه وملوحه ايه، وعندنا هذا السلوك للاسف السلوك المشين اللي موجود في بعض الاماكن. هي في حاجات بتبقى مسؤوليه مجتمع ومسؤوليه عده وزارات، لكن في ناس بتحمل المسؤوليه دي لوزاره الزراعه، وفي ناس عايزه تحملها لوزاره الاسكان، وناس بتحملها لوزاره الري. لكن انا بقول لحضرتك هو كل دولت مشتركين، لان وزاره الري هي المسؤوله عن المجرى المائي سواء صرف او ري المجرى. طيب استسمح حضرتك نتكلم على المسؤوليه المشتركه بين كل هذه الاجهزه، لكن ناخد مختار من الجيزه. الو يا حاج مختار اتفضل، وطي التلفزيون من فضلك، وطي التلفزيون اسمعني من التليفون. عليكم السلام. حاضر يا باكي، حاضر. ازيك يا دكتور حامد؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور حامد؟ الحمد لله اتفضل. وازاي معالي الضيف الاستاذ اللي معاك الاستاذ محمد؟ الدكتور محمد اسماعيل. الحمد لله الله يخليك. الدكتور محمد اسماعيل، اهلا وسهلا. يا باشا يا باشا، عندي قطعه ارض رمليه بزرع فيها التقاوي، التقاوي بتطلع منها وتقاوي بتموت فيها. فين يا مختار؟ فين؟ عندنا في مركز العياط، في قريه اسمها قريه جرزه. يا هو كل المشاكل اللي بنشوفها في العياط في قريه جرزه بالذات؟ القريه مالنا، القريه مالنا مشاكل يا باشا، من كل حاجه، من كل حاجه يا سعاده الباشا. او احنا يقدر يجينا. طيب المركز حاج مختار، كل حاجه يا حمد دكتور حاج مختار، انت بتقول بتزرع فيه تقاوي بتطلع وتقاوي ما بتطلعش، اي محصول؟ وطي التلفزيون. في تقاوي بتطلع يا باشا وتقاوي زي ايه؟ اديني مثال، اديني مثال يا مختار.
بقول لك وطي التلفزيون بعد اذنك عشان نتواصل سريعا. انا وطي يا باشا التلفزيون خالص ساعه الباشا. حاضر يا حاضر حاضر يا دكتور. سريعا بس عشان الوقت. يا باشا الارض بتطلع فيها التقاوي ومنها تقاوي بتموت وبتطلع. ايه المحصول يا مختار؟ ايه التقاوي اللي انت زرعتها وما طلعتش؟ ايوه بقى. انا زرعت تقاوي قمح السنه دي جنازه تسعه. جنازه تسعه. طلع منها تقاوي وراحت طفت. يا مختار بلغت الاداره الزراعيه يا مختار. حاجه زي الجير كده على الوش. طب يا مختار بلغت الاداره الزراعيه؟ ولا ما عندناش اداره زراعيه خالص في العياد خالص يا سعاده الباشا. طيب يا مختار بعد اذنك سيب بياناتك في الكنترول واحنا بالنيابه عنك هنتصل بالاداره الزراعيه. سيب بياناتك ونتصل بالسيد وكيل وزاره الزراعه في الجيزه. نشكرك يا مختار. الحقيقه في مزارعين كتير يا دكتور محمد بيستسهلوا يعني بدل ما يروحوا الاداره والجمعيه او حتى يروحوا المديريه يتصل بالبرنامج. لا هي لو مشكله يعني فيها عموميه شويه مش مزارع نقدر نبعت حد. احنا طبعا هو بياناته في الكنترول يعني هنشوف الموضوع وممكن هتاخد تليفونه ومكتب سيادتك اتصل بيه ونشوف المشكله. لا تحت امرك. الله يخليك. نرجع مره ثانيه بقى للبيئه. كنا بنتكلم على راي بعض الزراعات للاسف الشديد بمياه الصرف الصحي. احنا عايزين انا عارف يعني معلش بعد اذن حضرتك انا عارف ان هي ليست مسؤوليه وزاره الزراعه. لكن قدرنا يا دكتور محمد انه الفلاح ما فيش قدامه غير وزاره الزراعه. ما انا قلت او وزاره الزراعه هي المعنيه بالفلاح فيه. لكن احنا بنعاني من مشاكل كتيره جدا المتسبب فيها وزارات وهيئات اخرى وبعدين احنا اللي بندور على الحل في وزاره الزراعه. والله يعني انا بعد اذنك احيانا بقول برضو ان ممكن احنا كوزاره الزراعه بس امتى مش مشكله امتى دي. يعني مين المسؤول وكان دي قصه تانية. بنبقى مشاركين. المشاركه بتاعتنا ان احنا بنسمح كوزاره الزراعه بزراعه المناطق دي. المفروض اللي في ايدينا يوصلنا القانون ان وزاره الزراعه تقول دي ميه ملوثه فيها كذا دي تقف بقوه القانون. لكن ما دون ذلك ان احنا مش في ايدينا الا ندق نقوص الخطر نتيجه التحليلات. طيب ما هياش مسؤوليتنا. لا بس هي في مسؤوليه مجتمعيه. لا ما انا بقول لحضرتك المسؤوليه ان احنا نسن القانون صحه المواطن يا لا دكتور محمد. لا انا قلت لحضرتك ان احنا كلنا مجتمعين لكن المسؤوليه المباشره وزاره الزراعه. انا رايي ان يوصلنا القانون ان دي توقف هي اللي تقول دي وقف هنا يا ريت ان شاء الله الترع او المجرى المائي ده يتردم بقى. تمام. طيب استسمح حضرتك معانا احمد من البحيره. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. علي صوتك شويه لو سمحت. ازيك يا استاذ حامد؟ اهلا وسهلا. ازيك يا محمد؟ الله يخليك. اتفضل. الله يكرمك. بقول لك عندنا قطعه ارض هنا فيها نسبه ملوحه عاليه. نسبه ملوحه عاليه؟ اه. ماشي. وخدت عينة حللتها في الفرق الزراعية في سالبرو. ماشي. وقالوا نسبة ملوحة عالية. عايزين حاجة تقلل من الملوح. ماشي. طبعا انت عارف الجماعة الزراعية هنا في بلسان ما فيهاش مفيدات ولا فيها أي حاجة خالص. بس انت في أي مكان في البحيرة؟ أنا في قرية بلسان. قرية إيه؟ قرية بلسان. تل بارود مركز تل بارود تبع قرية بلسان. تمام. هل نسبة الملوحة دي في الحوض كله ولا عندك بس؟ لا عندي أنا بس. عندك أنت بس؟ عندي. طب ما روحش الإدارة الزراعية يجي يبصوا على الأرض ما يا الإرشاد ما جاش بص في الموضوع أنا خدت تحسين الأراضي ما قلت لهمش قبل كده أنا خدت عينة بس هي حللتها في المعمل. طيب. طب سيب بياناتك يا احمد وهنشوف راي الدكتور محمد في الموضوع ده. نشكرك يا احمد. فاللي انا عايز اقول لحضرتك عليه اللي هو الصرف الصحي دي مسؤوليه. طب يعني نرد على احمد بيقول عنده نسبه ملوحه عاليه في الارض. بيقول العلاج ايه؟ لا لازم ولا محتاج لازم نشوف نتيجه التحليل. لازم زياره حقليه. لازم زياره حقليه. طيب لان اصل ممكن يكون في كاتمه الصرف مكتوب ما فيش صرف.
يعني الملوحة ممكن المية نفسها فيها ملوحة اللي بيروي منها. فالسبب ايه؟ لازم الناس تروح وتاخد عينة، هي اللي تاخد مش هو اللي يبعت، لان العينة السطحية مش معبرة، ممكن يتفحت قطاع وحسب مساحة الارض يعني وحالتها كده في عشان ياخد عينة يعني تبقى ممثلة للمساحة كلها، للمساحة يشوف يعني حسب المساحة بياخد عينة او عينتين او ثلاثة حسب المساحة. تمام. ويشوف الحالة العامة للأرض يعني مش مش العينة هي اللي بتحكم بس يعني، لكن بيشوف الحالة العامة للأرض والري والصرف بتاعه ايه، مصدر الري ايه والصرف عامل ايه. تمام. وبعدين بعد كده ما بيشوف بقى خصائص التربة يقول بقى الأرض دي ايه ومعالجتها ايه. فاللي أنا عايز أقول لحضرتك عشان يعني المنظومة تكتمل، اللي هي الصرف، الصرف نفسه الصرف الصحي مسؤولية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اللي هي المفروض تعمل معالجة للصرف ده. النقطة دي اللي احنا بنفتقدها، وبتيجي ترمي الحاجة دي في قنوات ملك لوزارة الري، يبقى اللي بيلوثها حتى مش وزارة الري، ده دي ناتجة من حاجة تعتبر مسؤولية وزارة الإسكان. وزارة الإسكان أنا بقول لحضرتك من الأول، أنت في صرف هنا وعايز يتخلص منه هيوديه فين؟ المفروض المعالجة بقى الثلاثية والكلام ده مكلفة، لكن مش أهم من صحة المواطن. طيب أنا مع حضرتك أكيد طبعا صحة المواطن رقم واحد، لكن اللي أنا عايز أقول لحضرتك عليه، المنظومة دي سهلة تتحل بالمعالجة، وزارة الإسكان تعمل معالجة تنزل القنوات دي مفيش مشاكل. لكن الاخطر المشكله اللي هو السلوك البشري بتاعنا احنا كمواطنين، السلوك السلبي، السلوك البشري بقى سواء سلبي او ايجابي. ما هو لو ايجابي كويس، لكن لا انا السلوكيات السلبيه اللي احنا بنعاني منها في انه هو محمد على فكره موضوع السلوكيات ده مهم جدا، لكن خلينا نتكلم عليه بالتفصيل دكتور محمد. لكن اعزائي المشاهدين بعد هذا الفصل أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وأرحب أيضا بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ دكتور محمد إسماعيل، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية. برحب بحضرتك مرة أخرى دكتور محمد. أهلا بحضرتك. كنا بنتكلم قبل الفاصل الحقيقة على السلوكيات السلبية لبعض المواطنين اللي هي ممكن تسبب مشاكل لصحة المواطن المصري. بيبقى في مجرى مائي ماشي في وسط القرية، القرية بدون صرف صحي برضه، هي دي المشكلة. ما اعرفش مشكلة مين، بيروحوا عاملين صرف ومنزلينه على المجرى المائي، فده ملوث، هيبقى مسؤولية مين؟ فاللي انا عايز اقول لحضرتك دي مسؤولية مجتمع ومسؤولية وزارات متكاتفة. فالمفروض يعني للأسف الشديد احنا بندفع يعني بنعمل المشكلة وندفع فلوس لحلها، زي مشكلة القمامة، احنا سلوكياتنا هي اللي بتأدي لذلك، عمالين ندفع فلوس ومش عارفين نعين القمامة. هي مشكلة الصرف والملوثات كده بالظبط. فأنا يعني رأيي الشخصي ان يعني لو كلنا نهتم بالسلوك الصحيح يعني هنوفر وتبقى بلدنا جميلة، ونبعد عن الملوثات سواء قمامة سواء صرف بنسقي بيه زرع ونرجع ناكله. فيعني دي مشكلة يعني يعني تخيل يعني التعبير وحش. لو كلنا دكتور يعني محمد يبقى عندنا انتماء، لانه اللي بيعرف ان هو بيرمي صف الصحيح نخليها قلة ثقافة. اصل الانتماء كبيرة أكيد شوية. اكيد 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 يعني اللي بيعمل دوت عارف ان هو بيضر اخرين يا دكتور محمد، والموضوع ده فعلا نخليها ان الدولة، وعلى فكرة القوانين موجودة والتشريعات موجودة ولكنها لا تنفذ. نخليها الدولة غفلت شوية عن عمل البنية الاساسية للمجتمع. ديت انا معاك، يعني انا عايز اقول لحضرتك عندنا الحقيقة الكرة معظم الكرة ما فيهاش صرف صحي، ودي مشكلة كبيرة. يبقى السلوك دي دايرة بقى، الدولة كانت السبب فيه، اثرت على سلوك المجتمع. فالدولة لما تهتم اكيد السلوك هيتحسن ويتغير، وزي ما قلت لحضرتك في عملية التكامل بين الادارات والهيئات المختلفة ما كانش موجود، وفعلوا كل القادات دلوقتي عايزين ننجح في حال بالتكامل والعمل الجماعي. تمام. هو ده اللي قدامنا. طيب. للنجاح. خلينا ننتقل لموضوع مهم يا دكتور محمد، وهو دور معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه
في مشروع او استصلاح المليون ونص فدان. دور هذا المعهد ايه؟ والله انا هتكلم عن دور المعهد، بس في الاول هتكلم على مقدمه. ان المعهد بحوث الاراضي والمياه زي حضرتك ما قدمت وحضرتك عارف تابع لمركز البحوث الزراعيه وزاره الزراعه. في الارض علشان خاطر تروح لمستثمر لازم تكون تحت ولايه الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه. تمام. وعلشان الارض تكون تحت ولايتها لازم المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدوله بيوافق عليها، وعلشان يوافق عليها يبقى في ارض محدده وفيها ميه او لها مصدر مائي للزراعه عشان تخصص للزراعه. تمام. لان في تخصصات اخرى للاسكان وما الى ذلك لوزارات مختلفه وللسياحه. فاحنا كلامنا على الارض الزراعيه اللي هتزرع يعني. فلازم تكون تحت ولايه الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه. فهي بتحدد الارض مكانها فين و بتيجي معهد الاراضي مركز البحوث الزراعيه ومركز بحوث الصحراء والهيئه نفسها بنبتدي ندرس خصائص التربه المختلفه للارض دي المحدده. فبندرسها بقى باستخدام حاجات كتير، صور الاقمار الصناعيه ونموذج الارتفاع الرقمي والخرائط الجيولوجيه، وبنعمل وحدات ارضيه وباستخدام الجي بي اس. المتخصصين اللي عندنا بتوع الصير بينزلوا الاماكن دي ويجمعوا عينات، بياخدوا قطاعات ويجمعوا عينات وتتحلل ونتاج التحليلات دي وتفسير الصور وما الى ذلك والجيولوجيا بتاعتها، بننتج خرائط اللي هي الخرائط اللي هي الاوتبوت الاخير يعني اللي هو ملائمه التربه للزراعه. تمام. دي بتتقسم لكلاس الدرجات. المفروض الملائمه حسب تقسيم منظمه الزراعه والاغذيه الفاو. طيب استسمح حضرتك، معانا الحاج احمد من الدقاليه. الو. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا حاج احمد. الحاج احمد بيرجع مثل متر عام. اهلا يا حاج احمد، عارف والله، اتفضل. ازيك يا باشا؟ ازيك يا الحمد لله. تحياتي للدكتور محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. انا عايز استفسر من الدكتور محمد، عايز اطرح ثلاث اربع نقط. النقطه الاولى ان احنا عايزين نرجع الدوره الزراعيه زي ما الدكتور محمد ما قال. الدوره الزراعيه الفلاح قاعد بيزرع الرز جنب الذره، وانت عارف يا دكتور محمد بيبقى في شقه من جنب الرز تضرب من المياه والصرف، ما بتجيبش انتاجيه من الذره. طيب النقطه الثانيه يعني يا حاجه، يعني بنقلل من المحاصيل. تمام، ما احنا اتكلمنا عن الدوره وقلنا فوائد اتباع الدوره الزراعيه في كل حاجه يعني. النقطه الثانيه نفس الدوره ترجع ثاني زراعيه، هي فيها ايه يعمل من الوزاره ترجع الدوره الزراعيه؟ ما فيهاش فيها حاجه عاليه يعني. تمام، النقطه الثانيه. النقطه الثانيه اللي برضه الدكتور محمد سامع بيقول على المياه والسقف في تحضير من المياه، ان الفلاح يقدر المياه. الفلاح برضه عاوزين يبقى فيه دكاتره تنزل ندوات الارشاد تعرف الفلاح ان بيجي بيروي الغمر يروي ويسيب لها كذا ريشه كذا متر عشان الصفايه بدل ما تنزل المصرف وتهدر الميه. عايزين نعرف الفلاح، الفلاح ممكن زي ما الدكتور محمد بيقول بيشرب كوبايه شاي يقعد يتكلم مع واحد صاحبه بالميه تنزل المصرف وهو مش حاسس بالميه، والميه عندنا غاليه يا دكتور حامد. احنا عايزين بيبقى فيه ندوه ارشاديه تعرف الفلاح. والله والله يا حاج احمد، بص الندوات الارشاديه الحقيقه بتتم وموجوده، بس احنا عاوزين الفلاح يتبع التوصيات ويسمع الكلام، هو ده المطلوب. وفي نقطه ثانيه برضه يا دكتور عن الاسمده، كانت الاول الفلاح بيمسك السماد ويجي جنب العود الذره يحط يكبش جنب العود الذره، دلوقتي قاعد يحط في اللي يجيب برميل ميه يحط الاسمده ويحط في جزء فوم الميه وهي نقله. انا عاوز الدكتور يستفسر ان دي كويس ولا مش كويس، يعني تفيد المحصول ولا ما تفيدش. هل الميه بتقل؟ طب بالعقل كده يا حاج احمد، انت رايك ايه يعني؟ المحصول يستفيد بأني طريقه افضل؟ الطريقه اللي احنا كنا الاول بنحط بالكبشه جنب العود، بس الفلاح مش عاوز يتعب بقى يا حاج احمد، طب هنعمل ايه؟
ما احنا عاوزين ننصحه الوقت ما في طيب ادينا بننصحه والدكتور محمد ننصحه تمام وبتلوث بتلوث البيئه احنا عاوزين تمام برافو عليك كان عاوز استفسر من الدكتور محمد عشان يعرف الفلاحين بس طيب النقطة الأخيرة النقطة الأخيرة إن احنا بقى يعني احنا عاوزين أي من المحاصيل تصويت المحاصيل الزراعية يبقى في تصويت المحاصيل الزراعية نفر يزرع الزرعة ويعرف هيوداها فين يا دكتور محمد تمام. برضو دي النقطة طيب. الأخيرة يا دكتور طيب بنشكرك نشكرك حاج احمد. ايه يعني ايه تعقيب سيادتك على استفسارات الحاج احمد؟ والله انا بشكره يا استفسارات وهو الحاج احمد واعي وبشكره على انه واعي للحديث كله وبطمنه ان في الحقيقه هو استفسر وجاوب في نفس الوقت يعني ما هو الدوره الزراعيه مهمه واحنا يدل على وعيه يعني فان انا بطمنه ان هو برضه الدكتور عبد المنعم كان جمعنا كمدير معاهد وكان بيتكلم على يعني على القوافل الارشاديه للمعاهد المختلفه لمركز البحوث الزراعيه. وفي الحقيقه احنا اللي نجح فيها الانتاج الحيواني وصحه الحيوان في القوافل دي. فاحنا كمعهد اراضي يعني من المنطلق اللي اتقال في الاجتماعات دي ان احنا بقينا نعمل مش عايز اقول قوافل لان مش كتير لكن يعني مش العدد كبير يبقى قافلة بنعمل ندوات إرشادية دلوقتي متناثرة في الفيلد وفي المحطات وفي أماكن أخرى ولسه في الوادي الجديد مطلوب نعمل ندوتين في الخارجة وفي الداخل الندوة بتبقى متكاملة عن الري والتسميد واستخدام التسميد الحاوي بل إنتاج المعهد كمان بنديه هدية للمزارعين اللي هم فيهم الندوة الإرشادية فأنا بطمنه إن شاء الله الدور الإرشادي للمركز أو لمعهد الأراضي بالذات يفعل وكل اللي بيقول عليها يحصل إن شاء الله تمام وبقينا رابطين دلوقتي اللي هم الناس بتوع معهد الأراضي العاملين في المحطات البحثية إن يجمعوا معلومات عن المنطقة المحيطة بالمحطة اللي هي في المحافظة بمشاكلها وتيجي المعهد على أساس نحلها ونبقى احنا عارفين المشاكل اللي موجوده على بالطريقه دي على مستوى الجمهوريه تمام فان شاء الله ننجح في ذلك وبطمن ان شاء الله يعني. وطبعا موضوع الاسمده والتسويق ده مرتبط بالدوره الزراعيه دي لو تمت هتحل المشاكل كتير تمام معانا ابراهيم من كفر الشيخ الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور غانم اهلا وسهلا مساء الفل على حضرتك وعلى ضيفك الكريم اهلا بحضرتك يا حاج ابراهيم حضرتك انا عندنا مشكله خاصه بالري الترع اللي هي جايبالنا الميه ل 25 فدان معديه من مصر صرف اللي هو صرف الغيطان يعني اللي هو صرف الارض ثم طريق ثم البند اللي احنا بنزجي منه طبعا نتيجه الفحص من منذ اكثر من 20 سنه فالترعه جوتت باعماق كبيره الماسوره اللي هي معديه لنا او البدال اللي هي معديه لنا الميه علت بارتفاع في مركز ايه يا حاج ابراهيم في مركز ايه؟ مركز جليل قلين قلين في الشيخ بنيجوا بقى المشكله دي بتتصعب علينا اكتر في الصيف الميه في الصيف بتبقى قليله بالتالي ما بترتفعش جامد في الترعه بالتالي ما بتوصلش للبنده بتاعتي فانا كتبت لكن دلوقتي ما فيش مشكله المشكله ان احنا عايزين نوطي الماسوره في الشويه اللي هي معديه من المرصوف الطريق المرصوف ده قليل 100 ديبي طب مش دي مسؤوليه يعني يا حاج ابراهيم مش دي مسؤوليه وزاره الري؟ ايوه طيب وكيل وزاره الري ما وصلتوش ليه ويعني وصلت له الشكوى كتبت لحضرتك طلب بقاله اكثر من سنه ما حدش رد عليا فيه طيب مع العلم ان المشكله في لهم حتى احنا مستعدين التكلفه ندفعوها احنا في 25 فدان ندفعوها بس اسمحوا لنا بقطع الطريق على ان احنا نغطي الماسوره لان الميه بتيجي في الصيف بتيجي معقول بس ما بترتفعش للارتفاع اللي وصلوا هنا الميه حاضر يا حاج ابراهيم حاضر يا حاج ابراهيم سيب بياناتك في الكنترول واحنا نوصل المشكله لوكيل وزاره الري في كفر الشيخ معانا المهندس احمد البنا من اسكندريه الو الو السلام عليكم يا دكتور حامد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وتحيه لضيفك الكريم استاذ الدكتور محمد اسماعيل ربنا يخلي حضرتك الله يكرمك يا فندم انا شغال في السودان في المشاريع الاستثماريه وعندي من المستثمرين كثر خصوصا من امريكا
فموضوع نهر الكونغو وصلة نهر الكونغو إلى نهر النيل قبل الألف وبالمليون قبل مليون ونص مليون ونص فدان. احنا عايزين نعمل مشاريع حوالين الوصلة دي قبل أن تسبقنا إسرائيل وتطغى على وصلة النهر. فإحنا بنقول كمستثمرين إن بنقع تحت خمسة دراسات خمس حاجات. الدراسة ومبني عليها الاستصلاح، مبني عليها الاستزراع، مبني عليها الإنتاجية الحدية، مبني عليها الإنتاجية الفوق الحدية. تمام. زائد إن لازم تكون في شراكة. فلازم المصريين ده اللي يطلع منهم، لأن هناك ما عندهمش هذه الخبرة. فما استثمار أمثل لهذه الأراضي اللي حوالين وصلة نهر الكونغو اللي هي الخطة باء بعد الله أكبر يعني فشل صد النهضة. فلازم المصريين يتحركوا ونبتدي من دلوقتي ونحضر مستثمرين. وأرجو أنا تحت أمرك وتحت أمر الدكتور حامد بأرقام التليفونات بالمستثمرين الكبار، ويمكن اثنين بس كفاية إنهم يقدروا يشتروا الأراضي اللي حوالين وصل نهر الكونغو، مش حق انتفاع اللي هي الوصل ما بين نهر الكونغو إلى نهر النيل، وبالتالي تحل مشكلة المياه، وبالتالي ستحل مشكلة الأراضي في مصر. تمام. لأن احنا عندنا نقص جائر جدا في الماء والحاجات دي لازم ينتبه لها بعين الاعتبار. أكيد. لأن دي مصر، ومصر هي جنة الله في الأرض. إن شاء الله. جنة الله في الأرض. وإن شاء الله مش هتحصل أزمات يا باشمهندس أحمد بالنسبة للمية بإذن الله. إن شاء الله مش هتحصل أزمات بالنسبة لنهر النيل ولا مش هيحصل مشاكل. لا 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 لا، احنا قلنا ايه؟ اللي حكم مصر هيحكم العالم كله، ودي مش من عندي، دي من علماء كثيرون. بنشكرك بنشكرك جدا يا باشمهندس احمد على انتمائك الحقيقه وحبك لهذا الوطن، وتليفون حضرتك هنوصله للدكتور محمد ان شاء الله بعد البرنامج. نشكرك. معانا محمد من الدقهلية. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور حامد؟ ربنا يبارك فيك. أهلا ربنا مساء. يبارك فيك يا رب. اهلا وسهلا. ومشكر ضيفك الكريم، ربنا يبارك فيه يا رب. بالنسبه للارض عندنا هنا في الدقهلية يا دكتور حامد، من كثر زراعه الرز ملحتي، ما عادش بجيب زراعه قد كده. فاحنا عاوزين باذن الله المنظومه الجديده بتاعه الزراعه، نزرع قطن ونزرع ذره، والذره بالذات عشان برضو الذره دي فيه فايده كبيره بالنسبه للدواجن وحاجات من دي، ما بنستوردش حاجه من بره. طبعا ارضنا ارض خصبه وارض حلوه. فاحنا عاوزين نستغل بقى ظروف ما نجيبش حاجه من بره بقى يا دكتور حامد. فبرضو احنا عاوزين المنظومه الجديده بقى نعمل نوتيليتي الارض. ما هو ده هيتم في المليون ونص فدان يا حاج محمد ان شاء الله. والله انت فكرتني يا دكتور حامد، برضو في معلومه عاوز اقولها لسيادتك لوزير الزراعه. انا بقول بالنسبه للمليون ونص فدان يا دكتور حامد وربنا يبارك فيك، احنا عاوزين اللي هياخد يبقى اسمه على سبيل ان هو كان هياخد خمس فدان او فدان ونص يدفع المقدم بتاعه على سبيل يساعد الحكومه في تصليح الارض ديت. يعني ممكن نخش نساعد الحكومه. الوقت احنا قاعدين مش عارفين اللي هياخد مين واللي مش هياخد مين. يا ريت ان احنا نبقى عارفين اللي هياخد مين على سبيل نساعدهم، كل واحد يدفع مقدمه على سبيل نساعد الحكومه ونبقى يد واحده يا دكتور حامد. يا ريت. وكلمت سيادتك قبل كده على محط الصرف الصحي بتاع مدينه الكرد يا دكتور حامد. والله العظيم فجاه بالله احنا علينا من المحطه دي. مبنيه من زمان وواقفه كده وما بتشتغلش. خلي عاوزين يكرر استقرار الميه للفلاح، لان حصل عنده فشل كلوي اكثر من 3000 فدان. حرام يعني هنا الفلاح تعب ومرض. فاشكرك جدا على البرنامج بتاعك وربنا يبارك فيك يا رب. واحنا بنشكرك يا حاج محمد، بنشكرك. هل حضرتك ليك تعليق على الاتصالات؟
يعني كلها مجرد اقتراحات واقتراحات يعني الحقيقة مهمة. لا يعني هو بينادي بالدورة المهندس أحمد يشرفنا نبقى نتكلم معاه. يعني حضرتك هتاخد تليفونه والحقيقة بعد. طيب نرجع مرة تانية بقى المليون ونصف الدنيا. فهنا معهد الأراضي بيعمل اللي هي ملائمة التربة للزراعة. وكمان بيحسب المقننات المائية أو المقنن المائي للمحاصيل المختلفة في الأماكن المختلفة يعني طبقا لخصائص التربة والمناخ. لأن المليون ونص مليون فدان من أول توشكا جنوبا لحد المغرى في الساحل الشمالي فالمناخ هنا مختلف يعني في تباين في درجات الحرارة وما إلى ذلك. فالمقنن المائي مختلف في المحاصيل بيتحسب لها المقنن المائي. معلش هخش شويه على دور مركز البحوث الزراعيه وارجع اكمل لحضرتك هنا وده انا بقولها من باب ان انا اقول لحضرتك ان في تكامل بين المعاهد المختلفه. يعني انا نجاوب على النقاط اللي احنا السلبيه اللي قلناها قبل كده تبقى الايجابيه موجوده. ان معهد اراضي بيدي البيانات دي، في معهد محاصيل بيجي يعمل التركيب المحصولي والزراعات الملائمة، ومعهد البساتين بيجي يحط الرأي، والاقتصاد بيعمل دراسة الجدوى، والهندسة الزراعية بيعمل دور الميكانة. والحقيقة المعاهد المختلفة في المركز يا دكتور محمد اشتركت في ان هي في هذا المشروع بالذات. ما انا بقول لحضرتك طب ما دي بشرة خير. طبعا لا ما فيش شك في كده. يعني انا بسأل وبستفسر عشان نوضح للمشاهدين والاهالينا في كل مكان دور مركز البحوث. لا انا بقول ليه هتكلم في الجزئيه إيه؟ دي على المركز لان انا السؤال كان على معهد الاراضي. فبقول لحضرتك اسمح لي اتطرق للمعهد الاخرى على اساس اوضح التكامل بين المعاهد المختلفه للمركز. وفي الاساس الدراسه دي في معهد الاراضي الاقسام هتلاحظ ان فيه الجي اس اشتغل فيها، انت خرايط ووفر صور الاقمار الصناعيه والنموذج الارتفاع الرقمي واستخدام الجي بي اس في القصه والانتاج بعد نتيجه التحليلات واستخدام الجي بي اس في الفيلد. قسم حصر الاراضي راح وجمع العينات وعمل وصف مورفولوجي، قسم الطبيعه والكيمياء حلل العينات دي والاقسام الاخرى، قسم المقننات حسب المقنن المائي للمحاصيل المختلفة. فعايز أقول لحضرتك حتى في مقترحات أخرى إن إحنا نعمل مشاريع لتدوير المخلفات في الأراضي الجديدة ديت وعملوا الكمبوست إن شاء الله بعد ما تبدأ. يعني في منظومه متكامله، حسب المنظومه متكامله متكامله وكمان ما زرعش ويبقى عندي مشكله في المخلفات وتخلص منها ازاي. ونسيت اقول لحضرتك ان حتى التصنيع التصنيع الصناعات التي تعتمد على الانتاج الزراعي حتى موجوده طبعا ده دور المركز بحيث حتى ان هو لو جه يقول المحاصيل ايه تزرع على اساس يقيم لها مصانع زي ما مصانع زيتيه يزرع محاصيل زيتيه فاكهه وكلام من ده، التجفيف بتاع الفاكهه والعصائر والحاجات دي. بعد كده الدراسه بتاع معهد الاراضي يعني انا كسويل سويتابيليتي ملائمه التربه للزراعه بتروح لهيئه التعمير. هيئه التعمير هي حلقه الوصل بين المركز الوطني لصيانه اراضي الدوله وبين وزاره الري قطاع المياه الجوفيه. فالمياه الجوفيه بتدرس هي اللي بتقرر كوزاره ري ان المناطق دهيت لها ميه فبتبعتها الاثنين بيوقع عليهم بتروح للمركز الوطني لصيانه اراضي الدوله بيصدر قرار اعتقد جمهوري لتخصيص الارض دي للهيئه العامه للمشروعات التعمير او الزراعه في الهيئه العامه للمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه ان تبقى الارض دي دخلت حيز الاستثمار الزراعي. هنا دور وزاره الري ومن هنا انه بقول لحضرتك بجاوبك على سؤال جانبي اللي هو التكامل بين الوزارات. يعني احنا قلنا وزاره الزراعه وبالمناسبه جهاز التحسين كان شغال معنا في الحته ديت والكلام ده وزاره الري اشتغلت معانا
في المياه الجوفيه، قطاع المياه الجوفيه ومعهد بحوث المياه الجوفيه والمركز الوطني لاستضافه اراضي الدوله. والكلام ده حصل اجتماعات مع وزارات مختلفه، وزاره الكهرباء والاسكان والدراسات دي بترول الاسكان، على اساس يحددوا اماكن القرى اللي هيعملوها فين، ممكن تعمل في الدرجه اللي هي لا تصلح للزراعه، الاراضي الصخريه التي لا تصلح للزراعه يعملوا السكن هناك، والطرق والطاقه وما الى ذلك. ففي جهات كتير، فده شوف من ايه، هو مشروع متكامل يا دكتور. لا محمد، ما انا مع حضرتك، انا بتكلم على المشروع وبتكلم على التكامل اللي هي الاراده، اراده القيادات. قلت لحضرتك من اول الاستاذ الدكتور رئيس المركز لحد رئيس الجمهوريه، ده كله حريصين على التكامل. اكيد طبعا، والشغل ده مش هيتم الا بالتكامل والتعاون والعمل الجماعي، مش ممكن هينجح الا بهذا، مش ممكن هينجح. فده انا من وجهه نظري ده التغيير الحقيقي للعمل الجماعي. يعني ما بقول لحضرتك، كان الاول الاثنين في مكتب واحد ما بيدوش البيانات لبعضهم، دلوقتي في عمل جماعي وفي مشاريع قوميه، والحمد لله كل شويه مشروع قومي بيطلع المصريين بيلتفوا حوله، ودي بتجيب بتزود الانتماء. يعني انا هقول الانتماء لا هو موجود، بس اعتبر ان كان قبل كده في فتور او في كسل شويه او في لا مبالاه. المصريين يا فندم لما بيلاقوا في عمل جاد وفي اراده قويه لتحقيق انجازات بيلتفوا، بيكونوا كلهم ايد واحده، وبتبقى بقوه الدفع اكيد في تكامل، وان شاء الله مشاريع اخرى تزود التكامل ان شاء الله. يعني ان شاء الله. اذا دور معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه، وايضا دور مركز البحوث بصفه عامه، كان دور مهم وفعال في هذا المشروع طبعا، ودور وزاره الزراعه كان مهم. دور ما هو في النهايه وزاره الزراعه، والاخر خالص هيتعمل شركه، عشان اخلص الكلام، هيتعمل شركه للتوزيع. الشركه دي بتنشا، بس علشان خاطر الاخ كان بيتكلم تعقيبا على كلامه ان هو ياخد مقدم ارض، اللي عايز ياخد ارض مساعده، لا في شركه بتنشا على اساس يبقى الريف المصري الجديد، يبقى الانشاءات ريف مصر الجديد، ويبقى الارض اللي هتزرع، وفي تخطيط لكل المرافق من مدارس ومستشفيات ودور عباده وما الى ذلك، وسكن للعائلات، وسكن للموظفين، وما يعني هيبقى مشروع متكامل وصناعي كمان. يعني هي تنميه، هي استزراع وتنميه مليون ونص فدان. تمام. طيب خلينا ننتقل لنقطه اخرى. فبعد اذنك، الشركه دي للتسويق الارض وتسويق المنتجات بعد ذلك، الاثنين ده مهم جدا، التسويق مهم جدا، تسويق الارض بالظبط. فهي هتحط الشروط وتحط الكلام، وان شاء الله يمكن حتى حصل اعلان ان في نسبه، ما اعرفش 10 كانت 10 بقى سمعت 20% للشباب. فان شاء الله ان احنا المفروض نثق في الادارات بتاعتنا، وان شاء الله يكون في عداله في التوزيع. يعني ان شاء الله، ان شاء الله يا دكتور محمد. يعني انتقل لنقطه اخرى، العلاقه بين المعهد والجهات الاخرى سواء كانت داخليه او خارجيه، وعاوز حضرتك تتكلم بالتحديد العلاقه بين معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه ومركز بحوث الصحراء. والله هو في الحقيقه برضو هو في الفتره يعني انا بحب مركز بحوث الصحراء ده بصفه شخصيه، لان انا شغال او على علاقه من التسعينات للان بيه، يعني وعلاقه حميده، ويمكن معظم لي اصدقاء كتير وعلى صله وثيقه في العمل كمان. يمكن العلاقه الطيبه اكيد نفس طبيعه العمل، اعتقد طبيعه العمل. يمكن درسنا سوا، رحنا مأموريات سوا، ودرسنا مناطق مع بعض، وخدنا شغل مع بعض. ففي طبيعه، يعني هم عندهم الاراضي والميه هناك، واحنا معهد بحوث الاراضي والميه. هو صحيح كان عندهم مسمى شعبه، اعتقد اسمها شعبه اراضي وميه، تمام. احنا عندنا معهد بحوث اراضي ومياه وبيئه، فالشغل يعني في يعني تقريبا متقارب في جزئيات كتيره يعني. فاحنا عملنا شغل مع بعض، عملنا شغل مع بعض في الساحل الشمالي، عملنا شغل مع بعض في منخفض القطاره، عملنا شغل مع بعض في توشكا. منذ التسعينات اتعمل شغل مع معهد اراضي ومركز بحوث الصحراء في شرق الوينات وتوشكا.
الكلام ده اتعمل يعني بالاشتراك بين المركزين، نخلي المركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعيه ممثل في معهد الاراضي. تمام. هل في جهات اخرى دكتور محمد يعني بيتعاون معها معهد؟ طبعا في جهات، في المركز القومي للبحوث ده. انا قلت لحضرتك مشروع البنك، يمكن انا في اجابه المليون ونص مليون فدان قلت لحضرتك الدراسات في هيئه تعمير بنديرها الدراسه يعني الاول عشان نخلص كلنا على حده ونجاوب على سؤال حضرتك. في المليون ونص مليون فدان في هيئه تعمير احنا بنديها الدراسه، هي بتدينا الحدود بتاع المناطق واحنا بنديها الدراسه، فده تعاون. وبعدين الدراسه بتاعتنا بتروح لوزاره الري، ده تعاون مركز قطاع المياه الجوفيه ومعهد بحوث المياه الجوفيه، فده تعاون بين وزاره الري ووزاره الزراعه. في تعاون بيننا وبين يعني هنا معهد بحوث المياه الجوفيه معناها المركز القومي لبحوث المياه. طيب سريعا دكتور محمد، للاسف الوقت يعني تقريبا اوشك على الانتهاء، الخدمات التي يقدمها المعهد للمزارعين سريعا. الخدمات المباشره بتتمثل في وحده الاراضي والمنابع اللي هو الوحده ذات الطابع الخاص، من تحليل تربه ويديله تحليل ودراسات، واحنا بنقول بقى هنا المزارع ممكن يبقى مستثمر او تفتيت ملكيه. يعني مساحته صغيره. يعني اذا المعهد بيقدم خدمات للمزارعين متعلقه بتحليل التربه او تحليل المي، او تحليل الميه، او زي ما قلنا التسميد بالامونيا. تمام. او عمل تدوير المخلفات البيوجاز. وبعدين في خدمه يعني اللي هي مراقبه الاسمده. يعني ده خدمه. تمام. الرقابه على الاسمده. تمام. الحقيقه يعني الوقت للاسف انتهى سريعا مع حضرتك، في محاور كتيره لكن اتمنى نستكملها في لقاء اخر ان شاء الله. انا سعيد وانا تحت امر حضرتك وشاكر لك. في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين لا يسعني الا نتقدم بجزيل الشكر للاستاذ دكتور محمد اسماعيل مدير معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه بمركز البحوث الزراعيه. الشكر ايضا لكم اعزائي المشاهدين على كرم المتابعه، بشكرك يا فندم جدا. شكرا ايضا لكم اعزائي المشاهدين على كرم المتابعه، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، اللهم أمين. إلى أن ألقاكم في حلقة الثلاثاء القادم، لكم مني حمد عبد الدايم أطيب المنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر الزراعية أسلوب حياة.